رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما يسرنا من ذلك. يقول المصنف رحمه الله: فصل. شك في طلاق فلا يقع، او في عدد فالاقل يقع. فصل. ولو قال انت طالق ان شاء الله او لم يشأ الله وقصد التعليق لم يقع الطلاق، فأقصد إليه الاستثناء في الطلاق. استثناء رويه بإلا يأذوك ووراءه ورسول الله سوى يروح إلا منه. استثناء سبحانه لي أصل الطلاق مكري إليه، لكن عدد لإبتراد الطلاق ومعي حتى إنت لنشوف هذه لك الاستثناء مشيئة إله الكبير. قولي يا فران هاي ستك وفران هذه إله الكبير إنه إله الكبير كلمة وقت هنا وامي مرة دي مكو مشيئة إله الكبير وحن الربين وهي وحدلاك وقعي أمجيها سادة البشر. ولو قال هذه إله أنت أذي طالب قولي هو فران هاي إن شاء هذه إلى هذه الأمور. أو أرسلوه يريد أنت طالب وأفرنتها إن لم يشأ الله فدوس على طمعين. لو ضعيف على طمعين إنه شأ على طمعين من دوروهين. ما داموا من دوروهين دور أسمى فرماش. محايا الرحام معلق غير تطوحي وحن الأوي وحن الأوي نتلاقوا وما دعين. وقصد وحنا وقصدي على التعليق تعليق وقصدي أو وقصدي إنه كل حدا كورا فلتان كيدا مشي أدى إلهي أما تدونيس أم عدى ما أعطي إلهي. لم يقع هذا الطلاق طلاق أسر من عيو رسول محايا لرسولك يا وحمد صلى الله عليه وسلم من حلف ثم قال إن شاء الله فقد استثنى نكي لعطا وإن هذا إن شاء الله لا تهوى عن الله استثنى لي الدنيا هذا والله يا نسيدة يلي هدي إلهي له حرد أعطاك مجينا وسي الله بوي محايا إن شاء الله مركة الهدي إنه إلهي دوراني إنك الورب ومحايا وشي أدي إلهي بكر حدي وشي أدي إلهي محدد بأبود يا أبوات هذا من مني صادرت الشيء مستحيل الوحري وحايا لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف قف قدرته ثم قال إن هذا إن شاء الله فقد استثنى. إمام الترمذي وروي حسن حاكم له في صحيح الإسلام. أردت أن أقول طلاقة قدرته أنت وعام بطاي. أكبر مع الصحابة عن سرايا إلى الجوري. وهكذا الجوري لا يتمع بن كريم ومرفوع من أعتق قف وحري أو طلق أو حاس زفرا واستثنى وحنا لا صار فلو فياه وحنا لا صار له هدي أبو حريسي أما حاس كأني فتيت كدي من الكسور اللي تقدر يستثنى سبيس وحنا لا صار له وح الله صار له إن شاء الله ما قوى استثناء لكن موجين أدام الأوجين استثناء وحنا بيجا وطلع وحنا با لبلبي وهكذا أؤمني إن لم يشأ الله هذه ألا أوصل دوني إيانا نصير أكبر حال المرأة عيشة محايا إيه إلهي وحنا أوصل دوني إيه كلا وغير معلوم يبقوا مجرى ما دام لغينا وحنا لغين طلاب المرأة عيشة وكذا وحاسد وكلا يوم من الدينية إن عباد تعليق تعليق طلاب إيه المنتمون كقوله وأبيه إلى أنت طالب إن دخلت الدار إن شاء الله
حبيبي جواري وأخرنت هاي هدي أقول يا شيخ إن شاء الله وروح عليك وشيء أدري له قال تان كذي يقول له يقول له هدي فرتان كذي وروح عليك مشي أدري له وحضر بعضي من جل هذا جواري يقول له يا شيخ وأخرنت جواري هذا يقول له يا شيخ لكن وهدي إلى هدي دوار هدي إلى هدي وانا أنا فهمه دوار يجي مسلم مية وركع بس ما شيء اللي يقدر يوفر المجرى أصل هو عدم الطلاق أصل كسي وولي باب الأبوية والأصل بقاء مكان على مكان وكذا وصل وكذا يمنع وفي الدين هي تعليق هي مشيئة استثناء مشيئة إن عقاد التعليق تعليق هي إنه كنت مبأ وقول لك كمان قلتان كي الطلاق الوحر إنه كنت مبأ والدين هي وانا قلت الطلاق كقول وقولنا لا تطالب عند الجدار إن شاء الله وعتق وكذا سنة أقل يمنع عقب ديدة إن عقاد عتق حرم يدل عليكم تنتو إذا نسل كل الديدة وهذا إلى هذا أنت حرم إن شاء الله دي إلى هيد ونقب حربة تاريخ أحود عمالي وحب انتمي مجرى حاليا إن شاء الله إن المحر يصبح محر مشيئة الإله مشيئة الإله إن يكون كان إلي لقرية عدتها وركم هايو مدام إن أورك هايو شيئا مجهولك ضلاق النعي أصل قلتها بقاء الضلاق حتى يتيقن وحنجة بقاء النكاح حتى يتيقن الضلاق والضلاق ويقين هذا المحر ويمين بأيضا اللمدة والندر بأيضا وكل تصرف تصرف كستعيا اللمدة كبيع وغيره رقعة فيها وكذا يمنع وكذا صرف له يمنع الاستثناء بمشيئة الله وحديدية انعقاد يمين دارك المتنتق وديدية والندر الندر المتنتق وديدية وكل تصرف تصرف كستوقف صميلا يتبغى يتلاعب استوقفها إلى أن تتأي الدينية. تمام طلب حدين وحديث كأي مصام الله ورسوله النبي صلى الله عليه وسلم من حلف ثم قال إن شاء الله فقد استثنى وفعسي استثنى يبي. ولو قال هذا من أهل يا طالب إن شاء الله وقع في الأصحي طلب معنا. كانوا يقولون دوار فلتان كذي مشي أدي إلى المحرم دوار هو يعرف إنه من فرنتها تيف ريدي تيف ريدي يردي دوار أبقى فعلا مقصد إنه إسلام فرنتها دلال أسوع دلال المحرم إن شاء الله إن شاء الله دلال كتب وحب حبيب الله ما وصل لهم هدي إلى Kawadi formai ini tu jadi, walaupun insya Allah kita jadi, maka kalau saya Allah Subhanahu ma, dalam kalau kesilaan, wujud kita yang boleh maya, lain orang mana yang merah di musim air ini, tapi naik semua Allah tiga, wah anak anak naik. Kau dah tahu ini selanti formai ini, mana tak jadi selanti formai, Allah Allah, tiada formai. Walau pada hari ini ada yang balik, tiada formai ini, insya Allah. سيغار ملكي يهي دلالة دولة دلالة يهي وعدعي أو سقال مبين أنت أبيه طالب المذفر وانباطها إن شاء الله تعالى هدي على الدولة فلا يقع الطلاب في الأصحي دلالة وعدعي أبين هدي إلهي والدولة وفرطها قد إلهي والدولة فرطها يهي مياه وركها وعمل هذا هو السحر الدولة إلهي يفرطان كل السحر
مركو هرم معك قالوا سيئين هذا هو سبحانه وتعالى وحول أنت ظالم إن شاء الله ذي إلهي وضرر وأفرنت هذول إلهي دورنا مفهومين مركين إلهي دوري إيش إلهي دوري يا إلهي إنما تقال واحد عيا وثلاثة مجلعين أو صحيح الله سبحانه وتعالى من أنت أن دوري ظالم وأفرنت إن شاء الله تعالى هذه الله ضرر فلا يقع الصلاة في الأصحاب سورة صحيحة ضلال دعيم هاي حي الاستيقظ وتعليق للمشيئة مشيئة يا روح إلا إن شاء الله أو سقلوا إلى أنت أن مضايق وفرد إلا أن يشاء الله إن إله الدور مريح واستطنع ومشيئة إله الصحب إن إله الدور مريح إن إله الدور مريح حاكوك لو رضفتك لو من البحوية وكحر إلى طلاقة ومتاك المشيئة إليه من إطبار ومن النفس مرق منا نبقه ونشي إلهي جولي فرق مهي ونفي أيضا إن إلهي جولي فرق مهي هداو إلى وكه إليه لولا الطلاقة سفة عليك فصل شك في طلاق فلا في الإجماع فلا أو في عدد فالأقل ولا يخفى الورع وحنا كان اللي كان قلنا وقف طلاق شكية إن طلاق عي إن كلا شكية طلاق هنا وكوي بعد صدح سوا منهم مغنية إن وقف أصل كي طلاق وشك سنة وحنا شك كي جلا سنات مئة فرطي وطلاق مئة أفكار صباحية مثل أفكار طلاق خمسة صباحين تاسو كشكية هذا الشكل يقول لي وحما فرطين يسوى وحما ظفرين وحلا هو رأي سنجرين ضلال عسي مدعي بإجماع الأمة محايا لأسر قربها بغاء النكاح وعدم الطلاق شكي أي اليمين إن النكاح حيبري أو طلاق ودعي واليقين لا يزول بشك شيء يقيت على هوين شكي يمين هو يمين وحنا أنت نود الشراء وإجماع المستند أو كرسول صلى الله عليه وسلم إذا أحس أحدكم أو إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أخرج منه شيء أم لا هذا وقف صلاة ليس شكيو أو إن النافكة ماضية إن كانوا شكيو لكن وحفظ لنا وسنهرين وحبيل رسوله فلا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا مرك أصل كمعه ويسقطي الشيطان بأوه قوي ويسيد باكاتك تونيخ باكاشا وبحضي شكي وكوكلي شكي قال وكوكلي حدي آلان نجاح لكم وقلقيل لي أما آلان سنكا وكوه من أختيبي وحبيل رسوله صلاة سلام داده اسکتور شکی گر اسکتور شکی گر اسکتور حیال رسول بقا و مکان علی مکان اصل کوه عایل ویسه قطید سیدی و نو ویسه قطع انت یقین لگه لی حال که نواصی و قله هر کار و قاهر بسن و میرسن اینو گر کوه بسن و میرسی یه واقع هوا شکی بر او طوره هر کی میال فرم سلام فرم الاصل بقا و مکان علی مکان نکام چی سی مچلیا واليقين لا يزول بالشك يقين تصب هذا تلك شككم ما يمانش إلا حقيقة لك يعني. وهذا بإجماع الأمة وأنا مجمع على الناس حديث كان يعني يوم الشيخ ودي لشريع المجتمع السنة السنة كواء إجماع على السنة الواء شك في طلاق فلا مركب وقت إلى في أصل الطلاق شك في أصل الطلاق طلاق أصل كيسي أي شكي فلا ينفع الطلاق بالإجماع حديث كي يا جماعة أيان دليل سورة الله أو شك في عدد فالأقل وكل شك من القنكرة إن ترد أنت تحضي أو طلق ضوء أطفو شكيو مصدح بأكو فقطي ملا بأكو فقطي محل بأكو فقطي أنت أسألتكو حيسا شكي بأكي حدي شكي وعددك أنت طلق ضوء العلم بيهينة عدد كهوية البالقالانية كهوية البالقالانية وحان
قوله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليبني على مستيقن ولم يطرح الشك. رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا صلاة هذا الشكية إن أصدح عدد كتير هي إن أخذت كتبه بشكل عدد خيال قال ترضي يا أصدح لا شك غير إسكتور مت كأفراد إسكتور روش كسية صدح واب لكن كأفراد ما وحال إسكوها يا ما لسه تكلم سلامة تكلم مت كأفراد وشك غير إسكتور ترضي يا قال sidoo kale talaaqo waa la mid salaad la mid ah loo qiyaas qaadanaya waxa isku haysta ama laba dalqood oo ku furtay mise hal dalqad hal dalqad waa waa la isku haysta wax shaki ah ka taag meesha la isku haysta waa dalqada labaad dalqada labaad la isku haysta iska tuuro halaa ku falin wal yabni ala mastayqan wuxuu huwa waxa ku dhiso hal dalqad halka dalqad kaliya dhacaya laakiin dalqada labaad oo shakiga aska tuuraysa hadii aad saddex iyo laba ku shakiday labada qaadanaysa saddexaad oo tuuraysa waa kala maxay ilaahay yaqiin la yeelo bishay waxaana asal oo baabkan xadiiska rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo qofka salaada tukanaya cadaf iyo qaadanaya iyo qaacidada xadiiska laga soo qaato oo al yaqiin la yeelo bishay iyo qawaid qaybta saddexaad oo shakiga وأشك في محل طلاق وحمر كان لقى شكسية هاي قفكها وهمك هاي وطلاق وقبع لها أيضا شك وكتلة وهوين كان صدع لها أم أفرتها أم الله بضعها مدي أفرتي بقرومي هوين كان أفري مدوا أفرتين أفرتين لكن مدير لم يكن ما هو شك وما عاشوا كلية هاي أسوح جاز من مجرى وحال فيرنا يا مآلات كسال فيرنا يا وانينا يوضن طيودة أن تلب ضنع لكن لو وضع رمضة البعيدة اسم وفريدة يوليه هاي أصل كطلاق عدد شكيرو طلاق سمنا عيون من إجماع يا حديثي عدد كأداء مشكلة الخير بقى هذا نيسا سيدي حديثي وقصوا عرفتي ميت كان سوما مختلف ويسوى سوى سوى شك وكل شك في طلاق في موضوع اصل طلاق اي شك فلا يقع الطلاق بالاجماع او امس في عدد الطلاق ترى كل شك انت طلقه فالاقل يقع عدد كير اي دعي لو الاصل عدم طلاق هو اصل والاصل بقاء ما كان على ما كان ولا يخفى من قرصونا الورع سدى في عمر ورع إن الاتهام وورع الحر وجهنا أدي أقول شكي ذي استانتي إني فرنتها هي إن كالي دي أشكي ويلا كب حديده إني فرنتها هي أسوق هذه ساسا أقول في عم هل ده القدم يتكون فرطي استانتي مئة فرطي مسمات فرين بأقول شكي ذي وحالي بشرع وقوه قولي هاي استانتها سمو فرنا لكن سي على قلبي على شكل لو هو ساتي انظر هذا هذا الكفر سوى واحد رجعيا كان صوت ما سوى سوى شديد سي على مرتي شكل لو بحث واحد هذا رجعت سيدي الله هذا الكفر سيدي اوكل حتى كل شكل ما هل با كفر في مسلم سي على شكل لو هو بحث الله ما كان اول حال اذا اصل هو هو هل كلي لا دكتور هذا السي أدو قادتي ورعة أو حلال مين أشياء أدو قادتي سيدة في عنا أدو قادتي الله أكد يقول شد المالي وحانا نودي لشني يعني تعين حلاشة الميرتاء ورعة الغاطة رسولك يا وحمي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وحسيدة بكو شكي جلية اسكاقت ميال أشك ولا هين أهل أداد ميال أشك لهين هزيتي ماشا أشك ولا هين أهل سادت الورعة هي احتياطك أي في عنا أردت أن أقول حوية ونستيحية فضيلة مع حكم في الغوص وقدرين ولو قال هذا إن كان
ذا الطائر غرابا فأنت طالق. وقال آخر مثل العقويل إن لم يكن هدوسا شبك عنهين غرابا تكا هدوسا عنهين فإمرأتي طالق هوانتي ذي ويفرطها وجهل نوع الطائر طائر كاللعب يهين لم يكن جاهل بلغا مرضي لم يحكم بطلاق وحضلاق نعي مجلا. وحجي شمبر كان دولا يا دول تكيا سايا وفرطا مت كلا شوف لو حجي تكمع هدول تكن غانا سلامتي يعني وفرطا فضولي لو سويتي عكك شمبر دولا لكن حلبة لسيو بعيا وركي هدول رعي حلبة للبعيا نكي وروح يري هدول شمبر كان تكن غانا سلامتي وفرطا كي كلا نقول ويلي هذول شو بركاس تقول نقول وياه سنتين ويفرط على وسكس وشيء لسه وشيء شو بكين سكت اللي قالوا يا قوم ويا بتوكا مقولي له وهو أهل ما يقرأ طاود إسلام من ما فرنا حيا أصل كروها لكا إن يجروا وحفظوا خصوصا أصل كم هاي ساسا لسكوغا هل كسوغو مهرسن عرض السمعو عن ديبات التنبع لوغا حد الوحن كشك هنا شبر كي لوح رجالك إلا فري تكمي يا مسماء واحد قرن كرانا مجنة ومشكوك وي وحي الشك عن حالة طورة شكوك وهو حنوشة بعضني اليقين لا يزول بالشك سادرت لوضي إسناوض منا مفرنا حي لا رسل بقاء مكان على ما كان أصل هو حوي النكاح الجري إن شد سوت جرو إلا الدليل عد لجه له وعضيني إن إسلام فرنتا بعد اللي عد له وهي لو لم يكن مثلا هو في أصل الطلاق هذا حلوش في سيء هاي أصل الطلاق يم وصفات في لوح الطلاق أصل جيس يعني الطلاق ما دعيم سما دعيم بانشواهنا ما دعيم فيقولوا يلي قال أبوما هذه الهدى لبدي كلمة رجل لزوجته لبدي سيهوك آهي لبدي كلمة اسكسوا بشيدي وآهاشم بركاسي هدو تكون نقوم بها وفرطة يبنوني ككلمة هدو تكون نقوم بها وفرطة يسانتين لبدي بيك الآهي المركي واري حتى لبدي بحل بأسوي لبدي كلمة دود بها ونبا وقوي لبدي سي إسلام أيوه حكوي لي حدو تكن نقضه لولا استعمالت بفرة حدو تكن نقضه وعيانا متكال أفرة لولا إذا نعم أمرك دب مسكي لي فإن قال هما كلمة لها حدو إلى هذا رجل من لزوجتيه لبنس حاسبه يلي طلقت إحداهما مضاد بفر ميسا ولازم وحان واجب كن غنيسا البحث إنو هذه تكي ودعاء شبك دولي والبيان سلاطة فرانا إنو وحو عدائي ومضاء تاني وعدائينا واجب بطعن سقع يا فضول ضد سوما نين بالش البوضو وحو يلي لودي سي إسلامه دو شبر كاسي تكون نقوه ميد بافران هدو تكون نقوه ميد بافران مركو والله هو على وضع اسلامه بدو ديني فرانتهم حايا لشبر كان اما تكون نقوه نيا اما تكون نقوه نيا لوضع ميد موي هدو تكون نقوه ميد بافران ميس هدو تكون نقوه ميد بافران ميس لما نيقان على وضع دي ميد حايا لشبر كينو تكيا يينو سنهن من نقا نيكا وحللي هذا بحر قلي واحد سمعني سأل هذا استعمال ممنوع لكي يمدوا منه لو هذا انت وحكك العدانية لو هذا استعمال حي إلى شيء حرارة هي شيء حرارة أي إسكو خلطمي لو هذا الشيء هذا إسكو خلطمي حرانتي حلاشا وحرالي بحرانت إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام لو هذا ممكن وكحرمينا
ilaa labadooda mid ka mid a ay caddaato oo wixii tuko uu noqdo ama tuko noqon waayo oo ay caddaato midda furan saasay ahaanaysaa. walow qaala haddii uu yidhaahdo fain qaala humaa hadduu yidhaahdo rajulu lizawjatayhi labadiisi xaas dulliqad ixdaahumaa mid baa furmaysa walazimahu waxaa waajib ku noqonaysa albaxu can xaali lguraab ama can xaali aa'ir shimbirkii duulaya arrintiisi inuu raadiyo waalbayaanu inuu caddeeyo islaanta labada istamood furmaysa inuu caddeeyo ayaa waajib ku noqonaysa. saa darteed inta uu caddaynayo labada istaamoodba waa loo diidayaa. walow dallaqa haddii uu furo ixdaahumaa midood bicaynihaa lafteedii buu furay uma wuxuu yidhi jahilahaa waa jaahil buu ka noqday midday ahayd wuqifa ninkaana waa la joojinayaa xataa yatadakara ama xataa yadkura aw yadakara ilaa uu ka xusuuso. haddii wuxuu yidhi ninkii uu yidhaahdo labadiisii inxaas mid baa furan middiina wuu garanayay markii hore oo mid buu wuxuu yidhi heblaaya adaa furan laakiin tii ay ahayd uu garan waayo labadii inxaas midday ahayd ma garanayo. in labadaa inxaas midooda ay furan tahay waa hubnaa, waa yaqiin arrintaas, laakiin qofka mucayanka oo furan waa mubham weeye, lama garanayo midka uu furan. waxyaabaha mubhamkaana haddaan la caddaynin laguma dhaqmo. waxaa la samaynayaa ninkaas labadii haweenba waa ka mamnuucayna, maxaa yeelay ishtabaha muxaram oo mubiix, shay xalaal ku ah iyo shay xaaraan ku ah baa isku khaldamay. horena waa inagii usoo sheegnay ida ijtamaca alxalaal waalxaaraam uguliba alxaaraam jaanibka xaaraamta xoog badan labadoodiiba mamnuuc baa laga dhigayaa ilaa arrintu ay ka kala caddaanayso labadooda mamnuucii kaa yihin. walow dallaqa haddii uu furay ixdaahumaa labadii haweenka ahayd midood bicaynihaa lafteeda mid uu yaqaano heblaaya ayuu furay uma jahilahaa kadibna waa garan waayay gabadhii midday ahayd wuqifa ninkaa waa la joojinaya oo labada haweenkaa laga mamnuucayaa xataa yadakara ilaa uu ka xusuusto xataa yatadakar ilaa uu ka xusuusto waa laga joojinayaa wujuuban waana waajib, maxaa yeelay labadooda mid ka mid a inay muxaram bidalaaq tahay waa la hubaa, tal kalena taa muxaaraanta ayay mushtaba ku tahay, labadooda marka banaankaa lagaa dhigayaa. walaa yuطaalab ma la weydiinayo bibayaanin caddayn in sadaqataahu hadday u rumeeyaan fi ljahli jaahilka uu sheegtay oo leeyahay waa garan waaye hadday dhahaan waa runtii waxba la weydiin maayo dacwo imaanin taa ma idin rumaysano in sadaqataahu waani labadaba haddii aan dhaha sadaqnaahu haddaa warkiisii anagu runu aragno inuu yahay waxba la dhaarin maayo. hadday labadoodu ay warkiisii run u arkaan oo ay yidhaahdaan runtii weeye uu garan waayay midday ahayd ay ku waafaqsan yihiin wax dacwo a taagnayn waxaba yaraatee loo raacanayaa ma jiraan. walaa yuطaalabu bibayaan caddayn laga raadin maayo in sadaqataahu aw sadaqnaahu fi ljahli haddii aynu inuu run sheegayo haddii aan rumaysano oo qaadan waxba caddayn laga raadin maayo. laakiin ka warana haddii ay gabdhihii inay been sheegayaan ay qaataan ama annagu aanu aragno warkiisu inuu beenaalaya oo uu hawl kale wax maldahayo, haddii gabdhihii aanu aragno inay arkaan inuu been sheegayo oo mid ka mid a suuxooda waxay tihi beenaalo wey aniga weye islaamta way furee idan dara ayuu sidaa u yeelayaa ayadii baaba ku doodaysa in la furay kitaabka loo deeyaa labadoodaba kitaabka la dhiibaya dhaaraa la leeyahay isaga inaan gabadhaa furin haddii uu isagu dhaartii ka baqo
iyadaa la leeyahay dhaara oo adiga ku furay, iyadu markay dhaarato waa la sii daynaya. Lawarku waa cadaaday. Walow qaala, hadduu yidhaahdo liajnabiyatin, islaan ajnabi ah, walow qaala, hadduu yidhaahdo laha xaaskiisii, iyo waliajnabiyatin, islaan kaloo ajnabi ah, ixdaakumaa labadiinna midkood yaa daaliqun furan, amfiladii weli waxaan ku jirnaa maxallu dalaaq ayaa shakigu ka dhacaya. Xaaskiisii iyo islaan kaloo ajnabi oo la joogta iyo wuxuu labadiinna mid baa furan, asagu mid keliya uu taliyaa, ta kale gacantiisa xukuma jiraa. Xaaskiisa dalqadaheeda isagaa gacanta ku haysta, laakiin islaantan kaloo ajnabiga ah wax dalaaqa uu ku leeyahay ma jiraa. Marka waxay labadiinna mid baa furan. Warkan marka wuxuu muxtamal yahay inuu ula jeedo xaaskaygii baan furay waa muxtamal, oo xaaskiisa dalaaqeedu markaa uu dhaco. Waxaa kaloo muxtamala inuu ula jeedo xog baan hayaa oo gabadhan kaleoo ajnabiga ah ninkeedii baa furay oo waan anaa og, ilaa arrintaasna waa macquul. Labadiinna midkiin baa furan, waa ikhbaar wey, wuxuu sheegayaa labadiinna midkood inaad furantihiin, war buu hayaa ninkaani. Waxaa laga yaabaa marka saaxiibkii inuu furay gabadhan xogtaana uu hayay isagu, arrintaana waa muxtamal. Maadaama labada arrimood muxtamal yihiin, mashkuuk waay. Shakigan cinda alfuqahaa waxaa la yidhaahdaa ataraddud bayna shay'ayn, laba shay in sheega u dhexeeyo. Labadaa shay ama ha noqdaan midkood shaki, ama midkood ha noqdo wahmi, ama midkood ha noqdo dhanni, marba hadduu taraddud uu dhaco cinda alfuqahaa waa shaki. Arrinta marka labada dhinac waa muxtamal waay. Walow qaala, hadduu yidhaahdaa lahaa zawjadiisii iyo weli ajnabiyatin, mid ajnabi ah, ixdaakumaa midkiin baa daaliqun furan. Wa qaala, wuxuu yidhi marka, hadalku waa inaga soo sheegno kinaayo ixtimaal waaye, hadal labada dhinacba muxtamal weyn, isagaa caddayn laga rabaa. Wa qaala, wuxuu yidhi caddayntiisiina, qasadtu waxaan ula jeeday alajnabiya, gabadhan ajnabiga ah ayaan ula jeeday, oo iyada weeye mida furan ee maaha xaaskayga. Qubila qowluhu, hadalkiisa waa la aqbalayaa, fi lasaxi, wejiga saxda ah. Oo maxaanu aqbalaynaa, seenu aqbalaynaa lafdiga hadda meesha ka soo baxay, dee lafdi waa ixtimaal, arrintaa muxtamal waay. Hadalkan labadiinna midkood midkiin baa furan, ninkan inuu xog iyo macluumaad hayaa laga yaabaa gabadhaan inay furan tahay. Maxaa marka ku diidaynaa, qof muslima weeye, khabar buuna inoo keenay, waxaan ku beerina mali. Wejiga labaad wuxuu leeyahay maya laa yuqbal, hadalkiisa la aqbali maayo. Oo maxaa dhacay? Ninkan xaaskiisa ayuu mulkiyaa oo furi karaa, islaantan kale ajnabiga wax dalaaqa kuma le, asagu mana furi karo. Laakiin hadda waa furay maynaan dhihine, xog buu inoo sheegaanay qowlka hore raajixa. Laakiin walow qaala, hadduu yidhaahdo Zaynabu, gabadhii Zaynaba ahayd, baaliqun, way furan tahay. Wa qaala, wuxuu yidhi qasadtu waxaan ula qastay ajnabiyatan, mid ajnabi oo xaaskaygii ahayn. Falaa yaqacu talaaqu, falaa yuqbalu liqowluhu cala saxiixi, sida saxiixa warkiisa la qaadan maayo. Ninkan xaaskiisa Zaynaba la dhihi jiray, markaasuu yidhi Zaynaba waa furan tahay. Haddee ninka xaaskiisana Zaynaba la dhihi jiray, Zaynabana waa furan tahay baa wey. Ciduu furi karana Zaynaba jirta, Zaynaba kale ma furi karo isagu. Marka hadalka markiiba maskaxdaada usoo degdegaya, xaaskiisa inuu furayay soomaa, miyaad isla haystaa? Islaan reerood ninkan hadda ula hadlaya waa maya. Daahirka hadalka markiiba kuu muuqanaya xaaskiisii baa furmay, saa darteed xaaskiisaa ka furmaya, cid kale loo diri maayo ninkan. Qowlka kaloo daciifka wuxuu leeyahay maya ninkan warkiisu waa muxtamal, oo Zaynaba waa furan tahay haddii uu yidhi gabadh kale oo Zaynaba la yidhaahdo oo ajnabi ah oo uu og yahay ninkeeda inuu furay, macquul weeye inuu ula jeedo ee warka aan qabanno. Laakiin waa war baciid a wey, sideedan shaygu hase baciid yahay, wax muctabara ma aha. Walow qaala, hadduu yidhaahda Zaynab,
xaaskiisana Zaynab baa la dhihi jiray ninkan. Markaasu wuxuu yidhi Zaynabu, gabadhii Zaynab ahay taaliqu way furan tahay. Waqaala wuxuuna yidhi qasadtu waxaan ula qastay ajnabiya, gabadh ajnabi ah, falaa yuqbalu qawlah, hadalkiisa la aqbali maayo. Cala saxiixi, sida saxiixa, gabadhiisii Zaynab ahay waa ka furan tahay ninkan, warkiisa iska daa. Haddii marka uu hubo hadalkiisi inuu sax yahay isagu, innagu waa ka diidnay qadaa maxkamadii markii la yimid, islaanta waa laga furay ninkii. Laakiin uu og yahay ulajeedadiisu inay ahayd gabadh dariska ah oo Zaynab la dhaho oo ninkeedii uu furay inuu ula jeeday, wuu hubaa isagu, asagu diyaanatan waxba kama furna. Waa meelaha axkaamta iskala bedasho qadaa'an iyo diyaana. Qadaa'an waxaa lagu dhaqmayaa wixii qaadigu xukumay oo ah islaantaadii inay furan tahay. Laakiin diyaanatan ilaahay waxaad ku caabudaysaa oo ilaahay uga baqaysaa xaqiiqada qalbigaaga ku jirta oo hubtid, taasaa ilaahay uga baqaysaa. ولو قال هذه إلى هذا لزوجته لزوجتيه لمدي سي إسلامه إحداهما لمدي نمتكو طالق وفري وقصد أن أولى جيري معينة من قال أولى جيري وبسيق أكتيس أن يديس من دغفر يوم من قال وهي أكتيس ضلقت وفر ميسا من دا أولى جيري حي يعني أرجع كصوب حي لبلا إسلام ومت كستار وأكون دعي كرا لبدي نميت كور بافران لبلا بس قاعد القضاء هذي حي هدي ومن مرك لبدي نميت بافران يميت كي يسوي وكر يقوى ولا شيء تسافر ما يصير لبلا نوى أبو ذا إنه فرام ميت كستار قاعد هو أبو ذا إنه فرام وحبيه هبلايا ولا شيء هبلايا دي بافر ما يصير. ولو قال هذو إلى هذا لزوجتيه لبدي سيحاس إحداكما متكين أي طالق فران لفظه مرقى ومحتمل لبدا هذا متكستا وأنا أنكرا وحاشكه كتاقيا محل الطلاق وقصد معينة مدقار ونقصتي طلق التسافر ميسا محايا للفظه كشوف حي لبدا هذا متكستا وكبه بكرا وإلا إن لم يقص واحدة بعينها لماذا هواك إن إنما أقول لما قصتك هذا كان اسكمه ملكا ومبهك صوته لماذا إنما يدبع فرمه فإحداهما بدور أي تطلب فرميسا لماذا هواك إن إنما أي فرميسا من داعي تهين لما يقال محايا لي ولعدم البينة والتمييز وحقوق الأشرحنا معهن وحوي لإحداكما طالب ولم يقصد بأحدهما بعينها مننا وما قصده طلقت إحداهما مدبا فرميسا وفرميسا أما طلقت إحداهما مدبا فرميسا الله ولي هو يقال لكن تيوي وغير معين سيرا لبدي هو اللوك رساليا أو أبو حسور لغينا ويلزم هناك وحواجب البيان إنه عدي في الحالة الأولى على الظهور إنه عدي أي واجب كوا وإلى إسلام تفرر هبلاي سيأيو قرأت إسلام تفرر تأمين فرر أوضني هذا أيو قبسط والتعيين إنه شيء يا واجب كوا في الحالة الثانية حالة دلابادنا إنه شيء يا مدى عيتاي يا واجب اللي وحي إلا مدى إنه مدى مبافرا ورمي دي ما يقول لك يدي والله مدى ولا لك يدي لكن لو وضع مدى مبافرا ما سوي مدى مبافرا لو وضع لكن لو يقال حتى وحى لك ربا إنه إله تفرم وهبلاي حدو تعيين سمينا يعني. ويلزم حواجب كوا التعيين من معينه او شيء في الثانيه في الحاله الثانيه حاله اللي بعد مهم كاهي انه عدي ايا لغا يربا سو اشكال هو حق وتعزلاني لو هو كان هو كدهرانيا
لبضي هواك هاي أنت روح كلا عدينا يوم اللي نبهم وياه لا والله ميت كملا ميت كملا فر لكن ميت يتهم النقاد أنت إبهام كاسي تشيلو لبضي حرام بكي فعلنا إنه ما بصعمينا إذا استمع الحلال والحرام ولب الحرام حتى يأتي البيان لولا هو وكم معينا ما في أمد شعبه إلى الإبلاي ويمد الفرمين ما كسر الله ولينا يمد كرتنا لهم معينا وتعجلان عنه لولا هو كوالك إلينا يا إلى البيان أنت وعليك كيلي أو التعيين أما وكشي يمد أي تعيين محي إلي شيء محظورة هي شيء مباح أي أشخد المرين مرضى أشخد المرين ولب الحرام مرون وعليه قفك وحلوم له البدال الدقدق بهما لبضع أهل الله صوشي لهم الدقدق أن أنت عضي تعالي عيني دين وعينة من دعوة سنة اللوبة هي يمدع وصوعة أن أنت أنا وهم الدقدق وسيد دقدق لبضع هو يمد كميرا ويمد إلى المدل كل شيء أما ويا هذا كان طلبي أن أكون ذي وطلب تكون عين حدوس سدك دعوة عين وحنا عيسى قبله إن المحبوس هذا يوا أمرك هين حال طلب حيد وعليه ذيك وحواجب قال مدار دقدق بهما عضينتي تعيك يقول دقدق أي واجب قا والنفقتهما وحكروا واجب قا لبضع القاضي مبيله في الحال المقاس انت حالته سلعة هاي استقع بيلكي لبضع ولك تبع حي لبضع استعمال بيسيق ميش بتوغانة ولي استقع ياك عمتا استقع ولي عمتك وهي ويقع طلاقه طلاقه يكون عيا باللفظ اللفظ يكون عيا وهديه بصدقه معينة وقيل وحالي إن لم يعين فعند التعيين يقع طلاقي هذا كسو هل ديني او اي من ريدي نيكي بلو الا بدين اسلام وضع ميت بافرا غور ما ايو تعيا طلاق اس لان لو دي اسلام ميت بافرا لما يبان ميت بافرا وحيا وضع بافرتان كرتي ما يعيدا كرتي ما يسا وحا كرتي ما يسا اسلام تاسينا نوقت اسلام حالانا غور ما امرك اسلام تا طلاق الحساب غور ما او بلاوينا ممكن هذا الأفيس كشوف حي، مسمك هو عينة ويجري هبلاي ويجري دفران. لولا إن كتير من اللاعبين قوته صحيحة وعليه واحد من اللاعبين أفيس لفت يطلع من الكشوف حي ويقطع طلاقه طلاقه يمهم كها أو محل طلاق وقصونا وترعى باللفي لفي كشوف حي نك ومعرفي دخلها ملكي هذا هيا هذه هو قصته معينة الله ذي مرق قصه بحق هذه هو قصتنا فالله وضع حلقة سورة عين يقع الطلاق باللفي أي عند سنور اللفي هذا ذي مرق قصه بحق مرق سورة عين وقيل وحالي إلا يقع طلاق مرق عين إلا يعين حدوسا عين انت وكان هيا لا يوقف طلاق اللي نتشيري وحضرها بسيط عين ملك وطلاق حجيب قالية معلق وهي وكر وريقية سوى كر وريقية مركو عين وقف كل عين وقيل وحليل إن لم يعين هديه سن عين فعند التعيين مركو عين مرك أي طلاق عيا كهر من عين محيي لهديه أن لها نوع قبلها هدان لها دمان محلها قبعه ما هو هيستعمل له وجهه والوقت ليس بيانا ولا تعيينا وقيل تعيين هل كان وحكك لنا لكي لولي هوان تعي واقيف ري لولي هوان من بافرون بي وحن المحاقة سبا إنه إسلام تفرن قرشيبا حديقه مرأي من أولا تشيري وإنه عدنيا حديقه سلمين دبا أولا تشيرينا
waayo hadda mid soo qabta oo yidhaahda tanan ma jeeda oo mid uu ka dhigaa labadii haweenka ahay, haddii uu meeshii uu afka ka dhihi lahaa oo hadal iyo lafka uu ka dhihi lahaa ficil hadduu adeegsado barka war oo labadii islaamood labadiiba xaaraan buu ka dhigo, anigi mamnuuc weyn ilaa la ogaado mida furan mid buuba iska soo qabsaday. War maxaa jira dee soomaalida ay dhihiin cadee mid aan furnayn ha dee mid aanan xalay la seexdaan furnayn oo ma seexashada xalay la seexatay baa cadayntii ah, haa seexashada xalay la seexdaa cadayntii ah, soo cadayn miyda iga rigin warkaasi ma soconaya mase u soconaya. Kelimadan asalkeedu wuxuu u noqonayaa cuquuda sideedaba hal ilcibratu fi lcuquud bilmacaani aw ilmabaani, cuquuda asaalatan shayga muctabarka oo la fiirinayo ma alfaadda soo baxdayba mise ulajeedadaa laga raacaya, ulajeedada baa laga raacaya. Waxaana masaladan asal u ah talaaqa rajiciga ah, haweenka markii intii ninku uu furo uu soo ceshanayo ma bannaan tahay inuu ficil ku soo ceshado. Islaantaadii markaad hadal aad ku furtid waxaa laga rabaa inaad tiraahdo uu soo ceshado, ma bannaan tahay meeshaad ka dhihi lahayd uu soo ceshaday afka adoon afka ka soo ceshanin inaad adinka ku soo ceshado kuu bannaan tahay oo reerkaagii iska reeraysatid. Labada masale waa isku mid. Shaaficiyadu fii baabi alafcaal cuquuda ma ogola, wax afcaal ah shaaficiyadu waxay qabaan alcibratu fi lcuquud alfaad weeye almabaani waalalfaad la lmacaani, macaani ma ogola, hadday tahay beer, hadday tahay nikaax, hadday tahay dalaaq, lafdiibaa muhiima oo lafdiga maxaa loogu dhagan yahay. Waxay yidhahdeen lafdigan caddayn weeye oo calaamatu ridaa oo qofka qalbigiisa ku jirta asaga ayaa sharcigu u xadiday inuu caddeeyo in alkalaama la fii lfuaadi wainama jucila allisaan cala alkalaami daliila cala alfuaadi daliila, hadalku qalbigu ku jira xaqiiqadiisa laakiin carabka waxaa loo sameeyey inuu noqdo daliilku tusinaya waxa qalbiga ku jira oo ku fahamsiinaya. Marka qofkaan inuu wixii raalli ka yahay waxaan ku ogaanaynaa afkiisa markay ka soo baxdo, laakiin jamhuurul a'imma waxay u badan yihiin waxaad afkaaga ka tiri iyo waxaa ficilkaaga ka tiri waa isku mid. Haddaad tiraahid alaabtaan isi iyo haddaan ka alaabtii qaadatay lacagta iska siisid qofkii oo ficil ku bedeshay haba farqi uma dhexeeya. Ninka hadduu yidhaha islaantaydiinaba ku soo ceshaday islaantiis hadduu yidhaahda iyo hadduu reerkiisii iska reeraysto dee niyada marka uu reeraysanaya waxaa ka horreystay inuu niyaystay inuu soo celiyso saas maaha, taasaa ka horreysa marka qablahaba waxaa dhacaysa niyadii soo ceshiga, ninkaana qablahaba waxaa dhacaya niyadii tacyiin inta uusan islaanta uusan reeraysan isugu tegin buu waxaa dhacaya niyadii ahayd inuu cayiro inay tahay iyadu tii aan furnayn ta kalena tii furnayd inay tahay. acmaashuna niyada ayaa sideedaba kurunta inama alacmaalu binniyaat wainamaa likulli imriin maa nawaa, qowlka marka waa qowl qawiya. Wuxuu yidhi marka sheekhu raximahullah walwadu xaaskii islaantii haddii u tago laysa bayaanan cadayn ma aha, islaantaan aada wadiday islaantii aan la furin inay tahay cadayn ma aha oo tii kalena tii furnayd ay noqonayso. Walaa tacyiinan xadididna noqon mayso oo markii loo baahnaa labadii mubhamka in la kala xadido wadiga aada la timid tii aada wadiday ma ahana ta kale ma noqonayso in loo xadiday inay tahay tii furnay. Wakiina waxaa la yidhi tacyiin wey maya waa tacyiin oo maxaa daliilu ah, waxaa daliilu inuu tacyiin yahay waa ikhtiyaar, ninku waxaa la rabay inuu labada haweenkaa mid doorto inay furantahay midna doorto inaysan furnayn dee middaanu doortay inaysan furnayn, ikhtiyaarka marka waa dhacay annana ikhtiyaarka waa marabnay danta iyada aan lahayn intaasay ahayd. Imaamu Maawardi wuxuu leeyahay wahada qowlu akhari shaaficiya, shaaficiyada badankooda ra'yigaanay qabaan
وإنه ظاهر المذهب، وأنا مذهب الشافعي ظاهر في سواسل أصلا. إمام المحامين هنا سوى نوح الشيغي إن سائر الأصحاب أصحاب الشافعية إن بضل قول هلك أيالين أو قول كان أي رجحين، وأنا قول قوي يعني لي حقا ما طلب في رياء الذي استناده قول مهرة وحكا لو يدري شنيا شافعين نكاح ومرك مهرة فعل وما سمعي ولا مكان يسنس فعل بلوم يسلا مسا هذا البلوم يسلا هذا يرنا وحي إلى هذا البلوم سولي كرا فعل وما سولي كرا وفعل مكا بارك اللي هذا فعل الباب كان نكاح عمس وقال سيدي سبب ساسي قبار وحاها كان عندنا سيغلفتي شعاني لضي ملاعظاهين ورعينا هذا شو المسألة دي مسألة خلاف ما الخروج من الخلاف المستحب من خلاف كما يكب حذر ووح في عمره محاول فعلي يبهر كاكو قلي ما أفكا قاعدك ستي لها بأفكا يبسيين حيا لما سيقول لدعم ما يريبك إلى ما لا يريبك ويحيك شكل قلنا إياه كيف أقول وحن شكل قلنا إني نقال مك إنا شكل يكب حذر كاسا كسي في عمره حرورا ولو قال هدو إلى هدو مشيرا حاله يعمل إشارة إلى واحدة من هذه مدن المطلقة فرنيدوي فبيان عديوي نكي وحمل إحداكما طالع لبدي هواي بعند وافرن تيمي والورك عدي بالي لبدا قبل ما يصير صار من كراري أو شكر صار ورك عدي وحمل مدن أفرن ثم يتفتح في طيب هل يعتمد هذه الإشارة أو لا يعتمد؟ يعتمد إشارة وحكمتها هاي أدوات يضح لكم تاي أحوال وعد أيام ولو قال هدو إلى هذا مشيرا يسوى إشارة إلى واحدة من هذه مداني المطلقة وتيل فري فبيان بيان ونعمل به وأنا أعمل فليل الله وعد أيام أو بس قال وقوي أردت وحال ولجي ذراقي هذه مدانة ولجي وهذه مدانة ولجي وإذا ذرك لسوى جي أول وحور يجري لولا هواي من ضافرا لولا هواي كيد يجري كسوع في الطلاق ميت أنا وأقول كذي تنا وأقول كذي لولا ضيف أول يجري أردت هذه ميت أنا أقول كذي مركز هذا لي سرقة وحور بل هذه ما يترى أقول كذي حكم بطلاقهما لولا هواي كوالا غفريا وسيل لولا بعرض غفرينا مركي اللي يلي ورعادة إسلام تأخذتها إلا وضع إسلام أو يلي إسلام تنفره ومدان إسلام تطلق غير وضعه وستطلق غير وضعه وضعه إلا مو عديه تي كلو هذا اللي قلتك بركاسو يلي إسلام تنفره ومدان تنطلق غير وعديه بسمع عدد أيضا لو عديه ساقا أشكو مرخاتك عين ساقا وقف مرخاتك فري لا وضع إسلام وضع إن ندل بأي فرده لو ضوء كفر مياه وحو يلي مدانا فري سنانتي وعد عي فريتانك يعني فريتانك يوعد عي يكذب التقوى وحو يلي مي ما هي ليلة تانا فري فريتانك يهورا قلنا عي لم يسو عيني كره نعم وحي التقوى بسوء التقوى وحي تيك الله أدنو بين ما يتانا فري تيك الله وفر مياه لو ضوء وفر مياه محايا اللو ضوء يسوى عقل يسوع تامه وخيار يسوع قيه وقول رشاق من والله إني فرطه وركد عين ما صلى الله عليه صلب ذو لا يعود وحكاد عقل ما صلى الله ولو قال هذا إلى هذا أردت هذه مدنة أولا تشيري وهذه مدنة أولا تشيري أو أما سيقول بين أردت حولا تشيري هذه مدنة أولا تشيري بل إسكدة تنو لما تشيري هذه تنة أولا تشيري حكم وحن حكمين بطلاقهما لبدي استنوضا إني فريه ولو ما تحدي أي دنتان أو إحداهما أمامي طوبة لبطي قبل بيان إنت صباح بعضين أو تعيين أما أشن حدد لبدا استنوض متى يحي بغية وحارسة المطالبة لأنتي لذلك يعني بيان عدين لذلك فأنتي أنت لذلك يعني وحل عدين وحل عيمه ولباقي مئة نساء لماذا؟ لبيان الإرثاء
si loo cadeeyo cidda dhaxal kale. Labadii islaamood wuxuu yidhi midkiin baa furan, ayaa waxaa dhacday labadii islaamoodba way dhinteen. Dee islaanta furan ninkaan dhaxal kuma leh, islaanta aan furnayna dhaxal bay ku leedahay. Si loo ogaado marka islaanta dhaxlaysa iyo islaanta aan dhaxlayna, waxaa laleeyahay sheeg labada islaamood middii furmay cadee. Markuu cadeeyo ama uu xadido midda furan, taa furan dhaxal kuma leh, tii kalaa dhaxalkeeda la siinaya, looga qaadaya. walow maataa haddii ay dhintaan aw ixdaahumaa ama middood baa dhimatay qabla bayaanin, inta aan la cadaynin midda uu ula jeeday furitaanka, wa tacyiinin inta aan la xadidin qofka la furay, baqiyat mudaalabatuhu, ninkii in laga raadiyo inuu wax cadeeyo oo wax xadido weli waa qaadi bay ahaanaysaa. Libayaani alirfi, si loo cadeeyo cidda dhaxalka iskale. Walow maata zawjkii hadduu dhinto, isagii baa dhintay qabla albayaani aw tacyiin, inta uusan sheegin. Labadii haweenka ahayd midda iskale dhaxalka ayaa ninkii dhintay. falaahaal qowlka qawiga ah qubuulu bayaanin, in la cadeeyo weeye waalidki waalidka inuu cadeeyo, laa tacyiinahu, laakiin tacyiin ma awoodo. Tii hore waxaan nidhi haddii labadii haweenka ay dhintaan, ninkaa labada haweenka ah xaasaskii sii weyo dhaxal buu ku leeyahay. Si marka labada haweenka midda uu dhaxalka u leeyahay u caddaato, waa inuu sheegaa midda furan, ta furan dhaxal kuma leh, ta aan furnayna dhaxal buu ku leeyahay, cadee baan nidhi. Hadda isagii baa dhintay, labadii haweenka ahaana isagii waxay ku leeyihiin dhaxal, labadoodana inay furan yihiin baan ogeyn oo mubhama, laakiin midda furan xaqiiq ahaan ma naqaan. Laba shay baana la isaga baahnaa, in la cadeeyo qofka furan labada haweenka, iyo haddii uu yidhi mudlab uu iska ahaa oo cindaba anigu ulama jeedin, inuu haddeer mid xadido oo yidhaahda heblaaya furan. Labadaa xukun baa laga dhigay. Haddii marka ninkii dhintay booskiisii waxaa gelaya qofka waaridka, ninka waaridka wixii xogogaal ka yahay uu cadayn karaa, laakiin awoodda inuu yidhaahdo islaantan aan furayaa male isagu, ila ninka hore awood buu lahaa, isagaa dalaaqa gacanta ku haysta. Saa darteed tacyiin iyo taxdiid ma samayn karaa, haduu mubham yahay. Haddii dalaaqa labada haweenka si siman loo furay oo layidhi labadiinna mid unbaa furan, midday tahayna lama yaqaan, nin waxaa la rabaa yidhaahda heblaayaa ka dhigay, kan awoodu male inuu heblaaya ka dhigo. Saa darteed tacyiinkii waa inaga xiniya albaabkii tacyiinka, halaa albaab baa inoo furan, albaabkii ahaa bayaan. Hadduu ninkan xogogaal yahay oo uu ogyahay labada haweenka middii uu furay uu cadaynaya, wuxuu leeyahay heblaayaa islaanta furan, kadibna tii furnayn maahane tii kalaa dhaxalka la siinaya. wuxuu yidhi walow maata haddii uu dhinto azawju qabla albayaani aw tacyiin, falahar qowlka qawiga ah qubuulu bayaanin, in cadaynta qubuulu bayaani waarithihi, ninkii dhaxlayo dhaxalkiisa lahaa wixii uu cadeeyo oo uu ka markhaati kaco, warkaa waa la qaadanayaa. Uu yidhaahda islaantii la furay heblaaye ahay, laa tacyiinahu tacyiin, laakiin awood uma leh. Labada islaamood heblaayaan furitaankii ku riday ma dhihi kara isagu, maxaa yeele dalaal gacanta uma jira isaga. walow qaala, haddii uu yidhaahdo in kaana dalika daa'iru quraaba, shimbirkaasi hadduu tukan yahay, fa imra'ati xaaskay uu daaliqun waa furan tahay, wa ilaa haddii uu tukan noqon waayo, fa cabdii addoonkaygu xorun xor wey. wajuhila jaahil baana laga noqday min alqubaa min alquraabi, tukihii wuxuu yahay jaahil baa laga noqday shimbirkii. munica waa la diidayaa, loo diidayaa min atasarufi minhuma, labadoodii midna inuu ku tasarufo waa laga mamnuucaya. wuxuu shimbirkaa duulaya hadduu tukan noqdo islaanteedaa furan, hadduu tukan noqon waayena addoonkayga aha. waa inagii soo marnay ninkii saasoo kale isagoona isu waaday
oo yeeshay shimbirkaasi hadduu ka noqdana eblaayaa furan, hadduu ka noqo waa inay eblaayaa furan, waa faduuli waay. Labadii marka islaantan inay furan tahay addoonkaana xor yahay, labada arrimoodba waa muctabar, laakiin midna ma hubna. Maxaa yeelay shimbirkii inooma cadda inuu tuka yahay in kale. Islaantana waxaan leenahay mamnuucay kaa tahay, maxaa yeelay inay furan tahay in kale war looma hayo. Addoonkana waxaa la leeyahay mamnuuc buu kaa yahay. Maxaa dhacay qof xoro inuu yahay iyo inuu addoon yahay war lagama hayo? Qofku xortaana ma bannaan inaad ku shaqaysato, ilaahay waa xor ka dhigay. Addoon kale way bannaanaan lahayd, waa mufsada, waa laga mamnuucay marka labadaba. Maxaa yeelay mubiix iyo muxaram baa isugu yimid maxduub. Horena waa inaga sheegay istamaca alxalaal walxaaraam quliba alxaaraam, labadaba waa ka joojinayna. Walow qaala, hadduu yidhaahda in kaana da daa'il, shimbirkaani hadduu quraabantu ka yahay, fa imra'ati daa'il, islaantaydu waa furan tahay, wa ilaa haddii aysan saa ahayn facabdii addoonkaygu xorun weeye aduuna tuka ahayn. Wajuhila, waana laga jaahil noqday nowcu daa'il, shimbirku nuucu yahayna lama yaqaan. Muunica ninka waa loo diidayaa, minhum waa labadoodaba, islaanta iyo addoonka labadaba waa laga joojinayaa inuu islaanta ku istimtaaco xaas ka dhigto, addoonka inuu ku shaqaysto, labadaba waa laga joojinayaa. Ilalbayaan inta wax ka kala cadaanayaan, inta wax ka kala cadaanayaan oo laga helayo cilmi yaqiin ah qofka furan iyo maaragtay inuu addoonka xor yahay. Fanduur fiiri marka, fa in maata, hadduu dhinto, lam yuqbal, la aqbali mahayo bayaanu lwaarithi, waarifka hadalkiisa uu cadaynayo wax ku cadaynayo, lama aqbalaya cala almadhabi, madhabka haddii la fiiriyo. Oo maxaanu u diidaynaa? Waa mubtaham weeye ninkan waaridka, wuxuu mubtaham ku yahay ninkii wuxuu yidhi shimbirka hadduu tuka noqdo islaanta waa furan tahay, hadduu noqon waa in addoonkayga xor. Haddii aan ninkii waaridkaan idhaahdo war tukihii muxuu ahaa? Dee wuxuu leeyahay tukihii wuxuu ahaa shimbirkii tuku ahaa, si ay islaanta u furanto oo aysan waxba u dhaxlin. Haddii kale wuxuu dhahayaa shimbirkii tuka ma ahayn, si addoonku uusan u xoroobino addoonka ugu dhaxlo. Labadaba marka mutahan buu ku yahay. Gabadhaana inuu dhaxalka u diido mutahan buu ku yahay, addoonkaana xornimadeena u diido mutahan buu ku yahay. Qofku hadduu mutahan noqdana warkiisa lama qaado, maxaa yeelay qofkan daacad umaha cadow ugu yahay kale. Saas darteed warkiisa la qaadi maayo, la qaban maayo. Fa in maata, hadduu dhinto, lam yuqbal, la aqbali maayo bayaanu lwaarithi, cadaynta waaridka cala almadhabi, madhabka haddaan qaadanay cinda shaaficiya. Maxaa yeelay liannahu mutahamu fii manci zawjati min alirfi, aweenta inuu dhaxalka u diido yuu mutaham ku yahay. Wa ibqaau riqi fi lcabdi, wuxuu kaloo mutaham ku yahay addoonka inuu rabo inuu sii ahaado addoon, ayuu iyadana mutaham ku yahay. Maxaa marka la samaynayaa? Qorituur baa la gelayaa. Hayr shareecada islaamka meel kasta oo ibhaam gala ama musaaxama ay gasho, wax lagu kala saarana la waayo, qurcadaa lagu kala saaraa. Labadoodii marka maadaama wax kala saara aan lahayn, qurca la adeegsanaya. Bal wuxuu yidhi yuqracu, waa loo qorituurayaa bayna alcabdi waalmar'a, haweentii iyo addoonkii ayaa loo qorituuraya. Maadaama uu mubham ay yihiin labadooda, shimbirkiina wuxuu yahay la garan waayo, addoonku inuu xor yahay iyo in islaantu furmaysan aana war ahayn. Xoolana meesha ku jiraan oo mid walba ay masaalix ugu jirto, qof qofka kale maslaxadiisa ka raajaxsanna aysan jirin, waa loo qortuuraya. Bal yuqacu bayna alcabdi waalmar'a faslan lilkhusuuma, si doodda loo kala saaro. Sharcigu ma ogola dadku inay ishaystaan in wax la kala saara la qaba. Fa in aqraca, marka aqraca wuxuu uga jeedaa, fa in kharajat alqurca lilcabdi, hadday qurcadii addoonka usoo baxdo, cataqa alcabdi, addoonku xoroobaya, waa la qurtuurtay, addoonkii waa kusoo baxday, addoonkii waa la xoraynaya. Aw amase wuxuu yidhi qaracad, haweentii
أيا قلتوك صبح خرجت القرعة للمرأة أقرع وجد العبد يعني أظن كيف قلتوك هلي أو قرعت هي أيدي قلتوك هي الشيء لم تطلب لم تطلب مخر ميسا إسلامتي حيث أنت أضيق يريب إبي أو البوضي ميسا عيسيني أو قرعت هي هذه وحي القرعة خرجت القرعة لها هذه يدي أصوب حضو لم تطلق مفر ميسا إسلام تاسي ولا مفر أيوه إلا مدخل لها فيه بدليل وحضا عن قواله لغفر مياهنا وامي وحضا الله أيوه والأسح وجه أسح لعنا أنه أدوك لا يرق أدوه من قرن يمكع ورعبي حتى جوادي وصوا بحضر جوادي وحان اللي ما فرميش حتى إنه اللي جوادي ما فرميش أذنك ما أذني ما بدي نام سوا حرينا لأن جوادي ما فرمني خلاف قالوا حليل أذني وش شباب قهانية قالوا حليل ما ي أذني هذا بدن أبو قف إلا حرية شرعه وابدتية وشعريه وأنا لفظ ذي أدوني ذي لقول إنها يمر هذا وضع كحر إنها هلا التي دا يسقى ولا سح وجه سحلا أنه لا يرق في هذه الحالة أدونك أدون ما أهان أيوه محايا لقر عذاني لم تؤثر وحويرات التأثير كوية لتي ملأ وقبرني قر عذا الأرهي ذي ضلاغي وحمي سكا قادل أوشي وحمي نتوانين قول كلمة بقوله ما يباقي بكون مغنيا وقوهانيا الدولي بتكسي وقبار مغنيا ولا صح وجهك سحلا أنه لا يريق ما أدوه سوى ما أدوه صنعيه الله سبحانه وتعالى عنه.